الذي يواظب على الدعاء له عصر الجمعة، دعاء زمان الغيبة، هذه لتبقى في بالكم إن شاء الله. ماذا تقول في دعاء زمان الغيبة غير الدعاء لفرجه؟ الذي يشتكي من الإدبار، الذي يشتكي من الذبذبة يقدم ويحجم، الذي يشتكي من جفاف الدمع من قسوة القلب، لو التزم بدعاء زمان الغيبة شعر أم لم يشعر؟ هذا كله يرتفع. كيف؟ هناك فقر في دعاء زمان الغيبة، هذا هو الدواء لكل أمراضنا. ولم يقصد هذا المعنى، أراد أن يلهج بالدعاء لفرجه، ولكن ضمنا ماذا يقول؟ اللهم لين قلوبنا لولي أمرك. مرة أخرى أقول لين قلوبنا لولي أمرك. أنت شاب مراهق تميل إلى الحرام، هذه الأيام الحرام إلى أن يوصل، تحاول كثيرا نفسك تخون في ساعة الخلوة، تعمل ما تعمل، قل اللهم لين قلبي، اجعل إمامي يا رب يتصرف في هذا القلب ليزهد في الحرام. البعض يقول طالما نويت قيام الليل في مقام العمل أخفقت فشلت، اللهم لين قلبي لولي. لك زوجة مشاكسة، قل اللهم لين قلبها لولي أمرك. كل المشاكل من القلوب، قل يا رب اجعل قلبي بيد ولي أمرك. الإمام إذا تولى قلبا أحسن رعاية. السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل ذا يغشى والنهار ذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون